السقيف بن زيا والفرجات السقيف بن زيا والفرجات وعنا بعواس الحضر وفخر بيهم نبههم للسرور وسريح الطاسات نبههم للسرور وسريح الطاسات وسعف غرض ريان لأنك ساقيهم هاشم الفرجات لد من غير الخودات هاشم الفرجات لد من غير الخودات زهوال العاشقين فرحي بمجيهم وغزالي يصول بالزين عليهم الولع بالزين والزهو حضر بالك يا ثيم نحكي لك شي نرئيت قصة وحشوبة مترجمة صارت لي البارح مع جلاسي بدنا في ليلة ونعم ليلة بوجود شنيل الباشي اللي شفت وريد واحنا في حضرة متخمة تحت جناح الظليم والعرس مواسي كيف جرالي يا اهل الهوى في حضرة سلطان تنسى الغزل مولين شريف العذرة وفاطمة ملوك الزين بينهم ذات الكاسي كيف جرالي يا اهل الهوى يحضر السلطان تنسى الغزال شريف العذرة وفاطمة ملوك الزين بينهم ذات Thank you.
بنات الغيوان كي العرايس او البيات كل عذرة حايزها لي يخدع ليها بالمنادمة الصغيرة شحال عقل ما هو ناسي ميزني بفراس توفهم حالي من دلي ودبال خيالي وبنيت نيراني بالقلب دارنا ادوايا في الخدود والريق العاسي كيف جرى ليال الهوى في حضرة السلطان تنسى الغزالم والغيت شريفة عذرا وفاطمة ملوك الزين بينهم زعت ذكاسي من حالي وحالتي وهدى لي كسل من ادمى وانا كنسيت في بنود النجلان نيمة والخال العنبري ورد سكول ماسي والعين الكحلة الساهية سحرتني وعدتني بحال سوا وسيت الحجب قوس الملاطمة مكني من البعيد وفقدت حساسي كيف جرى ليال الهوى في حضرة سلطان تنسى الغزال مرغيت شريف العذراء وفاطمة ملوك الزين بينهم ضعت الكاسي والمعطس نحكي طير مقرنص ما بين الورد والزهر ما عنده تلبيت والشفات شخي من الظما لكن منين شفتها طار نعاسي مبسم خاتم المنصور مرصع مركب بجوار وبيت بيت خاتم ذهبي مختمة والتور درار ياخذ العقل وراسي كيف جرى ليال الهوى في حضرة سلطان تنسى الغزلم والغيت شريف العذراء وفاطمة ملوك الزين بينهم ضعت ذكاسي Thank you.
الحضرة بلالة غيتا وغويتاش مسمع واد خدات الغيب على جدراري السخمة نختم بريق المخطوم قياسي نبقى نخمم ساعات يزهد ليلي وساعات نبقى نخمم ساعات يسوى ليلي ساعات يسوى ليلي وساعات نهاري ظلم ازهت الحضرة بلالة غيتا وغويتا شموس العواد خدات الغيب على جدراري الزغمة نختم بريخ المختوم خياصي تما شارتي لي بطرثة نتكلم ودويت بعد ما بندقت وديت وقطع الأزمة قلت عز البنات وغروني ناسي كيف جرى لي الهوى في حضرة السلطان تنسان وغزال أم الغيب شريف العذراء وفاطمة ملوك الصين بينهم بعد الكاسي جرى لي الهوى راحت العقل نادية من كفك السعيد على القوم عليك اجبرت الراحة النعمة ورفعت الكاس فوق العيون وراسي اما فيك الحاضرين حملوا حمل الغيرة منين عسوا عني البيت سرقوا لي الكاس بعد ما شربت وسلبي قولي وكباسي كيف جرى لي الهوى في حضرة سلطان تنسى غزال أم الغيب شريف العذراء وفاطمة ملوك الصين بينهم قعدت في كاسي جرى لي الهوى حضرة سلطان تنسى غزال أم الغيب بن بندريس بن علي من ليزول عبد عبيدين اللي الجحد الترك ويزعمة أشعلي بيه بعد يجي حتى جنازي كيف جغالي أهلي الهوى في حضر السلطان تنسى لغزال أم الغيب شريف العذراء وفاطمة ملوك الزين بينهم ضعت الكاسي